مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم في هذا العدد الجديد من حصة في رحاب الجامعة، جامعة 8 مايو 1945 بجلمة. في هذا العدد الذي تم الإعلان عنه منذ أمس، يحضر معنا رئيس الجامعة البروفيسور صالح العدون في انتظار أن تلتحق بنا نائب رئيس الجامعة البيداغوجية الأستاذة عفاف بن صويلح، حيث سيكون محور الحصة لهذا العدد حول الأبواب المفتوحة للتسجيلات لحاملي شهادة البكالوريا الجدد برسم السنة الجامعية 2020-2021. إذن مستمعينا الكرام، نرحب بداية بالبروفيسور صالح العدون رئيس الجامعة، أهلا بكم سيدي. شكرا سيدتي. العفو. أستاذ، يعني مباشرة ندخل في صلب الموضوع لأن تأخر شوية الوقت، بخصوص يعني الأبواب المفتوحة والجامعة، كنت تكلمت على استراتيجية الجامعة التي انطلقت منذ 2.5 عامين لرقمنة القطاع بما في ذلك التسجيلات الحاملة لشهادة البكالوريا على الخطوة التي ستنطلق من هذا الموسم إن شاء الله. مختلف التدابير التي تمت على مستوى هذه الأرضية، التحضيرات التي اتخذتموها والتدابير لاستقبال الطلبة الجدد في هذا الموسم الجامعي الجديد. شكرا سيدتي. بدء أريد أن أنحني ترحما على أرواح أولئك الذين قضوا نحبهم في لتستقل هذه البلاد في ذكرى 17 أكتوبر، وأريد أن ننحني كذلك لأبناء الطلبة الذين نالوا شهادة البكالوريا، ونقول لهم بعبارة سهلة، أنتم نلتم أول شهادة جامعية ألا وهي شهادة الدخول إلى الجامعة اللي هي البكالوريا، فهنيئا لكم جميعا. وللذين لم يسعفهم الحظ نقول لهم كونوا يعني في الموعد للسنة الماضية ولا تيأسوا، رب يعني هذه الظلة هذه تحكم تكون لكم بالخير والهنا إن شاء الله. إن شاء الله. كما تفضلتم، جامعة جلمة كانت لها استراتيجية ل كيف نقول احنا مشروع المؤسسة الجامعية، مشروع مؤسسة جامعة جلمة. وهذا المشروع أكبر تحدياته في منذ قريب 3 سنوات هو رقمنة المؤسسة. هو كي نقولوا رقمة المؤسسة يعني هو مؤشر الجودة للجامعة، وانتم شفتم في كل التصنيفات العامين هذوم الجامعة كانت في ماشية وتقدم إن شاء الله إلى ما فيه الخير، وهذا هو المنتهى تاعنا احنا. يعني كيف تكون هناك، كان عندنا تقييم نقولوا احنا تقييم خارجي وكان تقييم ذاتي، احنا درنا التقييم ذاتي لكن التقييم الخارجي هو عبر هذه التصنيفات العالمية، مش تاع الجامعة الجزائرية ولا تاع وزارة التعليم العالي ولا تاع الدولة الجزائرية، إنما هي تصنيفات عالمية. إذا كان احتلت الجامعة مراتب مشرفة وصلنا حتى المرتبة الأولى في بعض التصنيفات، المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة 100 دوليا في بعض التصنيفات، ما هو إلا عمل كل المؤسسة الجامعية. هذه الرقمنة كنا سطرنا للسنة الفارطة أنه الأبواب المفتوحة للجامعات تكون افتراضية. في 2019 كان عندنا شاءت الأحداث، الحراك وزاد العمل هذا الوباء، إن شاء الله ربي يهزوا علينا وإن شاء الله يبعدوا علينا، شاءت الأقدار أنه ما كملناش ذلك المشروع العام تاعنا، وعاونا احنا في 2019 بكالوريا 2019 تكون أبواب مفتوحة افتراضية على جامعة قلب. معليش هذاك الرطار اللي درناه العام هذا ربي سهل لنا، وكنا في الوقت ودرنا هذه الأبواب المفتوحة الافتراضية، وهي منصة متكاملة. كي نقول منصة
عملنا عليها قرابة العامين، يعني مش يعني من جديد. هناك أحياء حاجات قديمة للتعليم عن بعد، هناك حاجات قديمة حدثناها، دخلنا القسم الافتراضي اللي هو القسم يعني اللي يحط الطالب أمام الأستاذ افتراضيا ويدرس التفاعل آني، التفاعل الآلي والله الآني في الدرس عبر المنصات بيك بلوت باتن. هذه يعني ما كلفتنا حوايج بزاف، كل الطلبة الجامعة وكل أساتذة الجامعة هم عبر منصة الجامعة، منصة التعليم عن بعد للجامعة، وهذه ليس بالهين يعني، أقلية قليلة جدا وأنا لا أعرف لحد الساعة اللي عندهم الطلبة تحم كل على منصة التعليم عن بعد، وهذا شيء قمنا به. حتى أولئك يعني الناس اتجهنا حتى أولئك للطلبة المكفوفين، ودينا لهم حتى كيف نقولوا المطويات لمنازلهم، وإحنا في الفترة هذه تاع الافتراضية إحنا مستعدين لطلبتنا هذ من الناشئين الجدد ولا الطلبة العاديين يعني في وقت في بداية السنة النضعة تحت تصرفهم فضاءات للولوج إلى المنصات وفضاءات كذلك الولوج إلى التعليم عن بعد. نعم أستاذ، يعني استسمحك في هذه النقطة، يعني طريقة التسجيل في حد ذاتها تكون كلها إلكترونية ولا يعني فيه نوع من الحضور يعني للطلبة؟ هو احنا محضرين نفوسنا والوزاره محضره نفوسها، ان شاء الله نكون بمعية وزارات اخرى، كنقول وزاره البريد والمواصلات حتى هي معنا شريكه، وزاره الداخليه والجامعات المحليه وكل معنا يعني انت رزيتيني باش نروح لقدام خلاص، معليش انا حاب نهضر على الابواب المفتوحه ومن بعد نروح لك التسجيلات. نعم استاذ، لانه التسجيل حملت البكالوريا من خلال المنصه، انا نتكلم على هذه النقطه. داكور، انا حبيت نحكي على المنصه ومن بعد نروح لك لكيفيه التسجيل. ومعليش كي تجي الاستاذ نايف رئيس الجامعه تعطيك تفاصيل اكثر حول التسجيل، انا راح نعطيكم السياسه العامه للدوله الجزائريه ولجامعه قرم بالخصوص. نعم. فيما يخص قلت المنصه تاع الجامعه هي منصه متكامله، كنقول منصه الناس يحسبوا فهمتي لوجيسيال، لا هي منصه كامله. واش فيها هذه المنصه؟ فيها كل التخصصات والفروع المفتوحة على جامعة قالما، وإحنا أرطأينا أن نحط بطاقات تقنية لكل الفروع والتخصصات المفتوحة لجامعة قالما، هي لحوالي 150 تخصص وفرع أو أكثر، وكذلك بطاقات تقنية وضفت الشروط كل تخصص، وعرفنا بكل المسؤولين البيداغوجيين، كل مسؤول بيداغوجي على التخصص عرفنا به وأعطيناه سهلنا الولوج للطلبة حتى التعرف عليه والتواصل معه، التعرف عليه من خلال الخبرات اللي كاينة في المؤسسة، وهي عبر نقولوا لها احنا الويب المهني للأساتذة، الويب المهني لاباج ويب بروفيسيونال، الحساب الشخصي المهني كان حساب المال، وكان صفحة الويب المهنية لكل أستاذ ولكل طالب دكتوراه، حتى هو عنده صفحة ويب خاصة به. يعني احنا عندنا حوالي 1300 أكثر من 1200 صفحة ويب شخصية للأساتذة وطلبة الدكتوراه. يعني أستاذ العقول، يعني البارح من خلال يوم أمس يعني من خلال الندوة الصحفية التي نظمتموها تحدثتم كثيرا بلغة الأرقام عن عدد الطلبة المدمجين خلال فترة 6 أشهر أو أقل من خلال المنصة الرقمية للجامعة، يعني 17,000 ربما طالب. تكلمت على حوالي ما يعادل ثلثي طلبة جامعة قالما كلهم مدمجين، وجهوا إلى وجهوا الولوج، هو كان العائق الكبير في الأول يعني مع بداية كورونا هو أنه الطلبة لم يعني يستوعبوا كيفية الولوج إلى المنصة، وإحنا رغم كل الجهود اللي دارتها المؤسسات الجامعية وليس بمشكلة الجامعة، إحنا الحمد لله يعني إحنا وصلنا قريب حوالي 40% من الطلبة اللي دخلوا للمنصة عبر تقنية بلوغات، يعني شاف الأستاذ يعني
قسم افتراضي. قسم افتراضي تبعوا كيف نقول من الأول للآخر في محاضرة الأستاذ أو حتى الأعمال التطبيقية. هناك أساتذة يعني عملوها، هناك حتى أساتذة عملوا تقييم عبر هذه التقنية، تقنية كيف نقول إحنا القسم الافتراضي. دونك هذه في الأول قلت، وعملنا فيديوهات لكل تخصص. احنا على بالنا في وقت ليس وقتنا، هذا وقت جديد، وقت كيف يقولوا الصوت والصورة. نعم. دونك احنا رحنا للصوت والصورة، وحنا درنا في كل تخصص عنده فيلم لا يتعدى 3 دقائق باش ما يخليش الطالب ولا الولي ولا الأسرة ككل يعني تقلق من الفيلم هذا. يعني اعطيناها سهلنا لها بسطنا لها كيفية. هذه فيديوهات تعريفية يعني بمختلف التخصصات المفتوحة بالجامعة للجامعة. كذلك في المنصة هذه هناك منصة للتواصلات، منصة في منصة كي نقول من كل منصات كي نظر عليك، منصة ستاف أكاديمي كذلك هي منصة، منصة هذه التواصل يعني لكل أسئلة وحول أي مشكل كان عندنا مسؤولين سواء في القسم في الكلية في الجامعة وحتى أنا نتدخل لنجيب على أسئلة كل في ميدان عمله حول انشغالات وأسئلة المواطنين ككل. هذه فيما يخص التواصل معهم. وإحنا كما قلت حطينا مايل للأستاذ لكل أستاذ ومايل لكل المسؤولين حتى الهواتف الكليات رؤساء الأقسام وعمدة الكليات ونواب رئيس الجامعة هم يعني ينجموا يلقاوهم حتى لهذه الشخصية لتسهيل التواصل كما قلت. كذلك لم نكتفي بهذا كل، يعني قلت وضعنا هذه الفيديوهات لا تتعدى 3 دقائق لكل تخصص. كذلك هناك أيضا المستودع الرقمي للتعريف بالمنتجات العلمية في الجامعة، ومن خلالها يعني تكلمتوا أيضا على عملية انتقال الجامعة من مراتب يعني 61 إلى 2 ولا يعني تأثيرات المستودعات الرقمية على الجامعة. نعم، هي الجامعة أصبحت من إحدى أكبر لها أكبر مستودعات وطنية من حيث المنتج. احنا حطينا كل أطروحات الدكتورة وكل مذكرة التخرج وكل المنشورات العلمية والتظاهرات العلمية اللي تقوم بها عبر هذا المستودع. وهذا المستودع أصبح له القيمة الوطنية، وإحنا مرتبين في المرتبة الثانية وطنيا، وليس هذا التقييم تقييم جزائري، كل ديما هذا التقييم عالمي، ما احناش حنا اللي نديروا فيهم التقييمات هذه. كذلك لازم يعرف الطالب بأن الجامعة قال ما رغم صغرها وفتواتها ولا كذا نقولوا فتية إلا حديثة إلا أننا استطعنا في هذا الوقت الوجيز منذ أن رافقتنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا المضمار أصبح يعني افتكينا عدة ما كيف نقول مراتب وتقدمنا أحسن من أكبر الجامعات. لماذا هذا؟ لأننا فتحنا الباب على مسرحيه في كل كيف نقول عندنا مشاريع في كل من كل الجهات. أكبر حاجة حبيت ننظر عليها هو من السيت ويب تاع الجامعة، موقع الجامعة اللي كان عنده تحديث أخير لم يتعدى 15 يوم من اللي حدثنا، ووضعنا واحد جديد وحتى القديم ومازال محطوط، مازلنا احنا في كيف نقولوا فريود ترانزيسيون يعني انتقالية، مرحلة انتقالية تاع من السيت القديم للسيت الجديد. السيت تاعنا لازم يعرف ابننا الطلبة انه 30% حوالي 30% اللي يزوروا السيت تاع الجامعة موقع الجامعة هم من خارج الوطن، يعني حتى مرئية الجامعة مقروئية ولا مرئية الجامعة عالميا أصبحت مشرفة. وإحنا لازم يعرف الطلبة بأن إحنا ثالث مؤسسة جامعية من حيث العلاقات الخارجية، من حيث
مدخولات الجامعة حوالي 70,000 أورو في سنة 2019، ليس في يعني مدخول هذا مدخول، وإحنا ما خرجنا حتى دورو باش نفهموها كيما يعني. هذا كل ليس هكيك جات هباني، إنما هذا عمل كل المؤسسة، كل المؤسسة الجامعية بكل أفرادها، طلبة أساتذة موظفين، والشكر هم مشكورين على هذا العمل. كذلك أستاذ العكون، تكلمت بالأمس يعني خلال الندوة عن أهمية المنصة الرقمية للجامعة، اعتبرتيها بنك للمعلومات وهي مؤشر للجودة لتحقيق الحوكمة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. يعني من ناحية الأداء، تقييم الأداء، كيف تنظر إلى المنصة الرقمية على أنها أداة لتحقيق الجودة، لتحقيق الشفافية، المقروئية، المرئية الجامعة، يعني كل هذه النقاط في سياق تقدم لجامعة 8 ماي 1945 قال. أنا قبل ما نجي هنا جاني عميد كلية، نعت لي مراسلة على واحد شخص أصله زاد هنا في قلم، نعم، وقاعد يدير في كتاب، هو من فرنسا يعني بينوار كما نقول احنا، قاعد يدير في قاعد يتبع حتى لي بينوار هذوك مازالوا يحنوا للقلمة وقاعدين يتبع فيها، قاعد يتبع في قلمة، قال له شوفوك اللي بيان كلاسي، وانا شتيت نجيب لك الرسالة اللي كتب له، قلت له بعثها لي الرسالة رسالة ايميل يعني اللي بعثها له، هو ما يعرفوش كتبها له كي يلقاها في التخصص. يعني حبيت نقول لك كي قبيل تهضرت لك على مقروئية الجامعة في العالم، يعني حبيت نقول لأبنائنا الطلبة، حبيت نقول للأساتذة، حبيت نقول للموظفين، ما هي إلا بطاقة بطاقية كيف نقولوا انترناسيونال دولية، بطاقة دولية للمؤسسة. أنا أنتمي، وهذا هو حب الانتماء. أنا البارع عذرت وأكدت على حب الانتماء، إذا كان ما حبيناش هذه المؤسسة وما حبيناش هذه البلاد ما نطوروش، ما نجموش نطور، وهذا التطور يكمن في هذه الكلمة الأخيرة إن شاء الله أستاذ.